كنز يقدر بمليارات الدولارات، رحلة استكشافية قام بها أفراد من البحرية الكولومبية للبحث عن سان خوسيه. 300 عام ومحاولات البحث عنها لم تتوقف. كنوز في قاع الكاريبي. قبل 3 قرون أبحرت سان خوسيه من مرفأ بورتوبيلو في أمريكا الوسطى، حاملة كنوزا تم جمعها من البيرو، والتي كانت خاضعة تحت سيطرة إسبانيا في ذلك الوقت. هذه الكنوز التي غرقت كانت في طريقها إلى خزائن فيليب الخامس ملك إسبانيا حينها. وأثناء رحلتها اعترض الأسطول البريطاني طريقها، وحدثت اشتباكات أدت إلى اشتعال النيران فيها ومن ثم غرقها. لقد ابتلعت المياه سفينة سان خوسيه بمن على متنها. البحارة البريطانيون المسلحون ببنادق وسيوف وخناجر حاولوا 3 مرات اعتلاء السفينة والاستيلاء عليها، وكاد طاقمها أن ينتصر عليهم، لكنها ربما فقدت أحد أشرعتها أو ثمة تمرد وقع ضد قبطان السفينة. لم يرغب أي من الجانبين في إغراق السفينة وضياع كنوزها، لكن بعض الروايات تفسر ما حدث لها. لقد أغرقها القبطان بنفسه بدلاً من تسليمها وما عليها إلى البريطانيين، وأغرق معها نحو 600 شخص كانوا على متنها. يقدر عدد السفن القابعة في قاع المحيطات والبحار حول العالم بنحو 3 ملايين سفينة، نحو 1000 منها قبالة سواحل البحر الكاريبي، ومن بينها السفينة الإسبانية سان خوسيه التي غرقت قبالة سواحل كولومبيا عام 1708. كانت تحمل صناديق من السبائك والعملة الذهبية والأواني الفخارية والأحجار الكريمة. قدر المؤرخون قيمتها حالياً بنحو 20 مليار دولار. بداية الكشف عن هذه السفينة كان في عام 2015 عن طريق غواصة أمريكية، لكن كولومبيا ومنذ سنوات كانت تجهز لمثل هذه اللحظة. Se hicieron adquisiciones de equipos en los últimos años para poder llegar a la profundidad y tener las mejores imágenes que nos permita a nosotros no solamente proteger la integridad del tesoro, sino también hacer monitoreos permanentes y constantes para que toda esa integridad esté conservada y protegida hasta tanto se pueda dar el paso de hacer la respectiva extracción para tener después la capacidad de poner esa riqueza a disposición del mundo para ser apreciada a través de capacidades museológicas. اكتشاف السفينة الغارقة فتح باب النزاع بين الدول. إسبانيا تقول إن حصة من السفينة تخصها، وشعب الكاراكارا الأصلي في بوليفيا الذي استخلصت الكنوز من أرضه له نفس الحصة أيضاً. أما شركة سيسيرش أرمادا الأمريكية فتقول إنها هي التي عثرت على السفينة، وتؤكد أن نسبة 50% من محتوياتها تخصها وفقاً لاتفاق مع كولومبيا في ذلك الحين. فالجميع يريد الحصول على نصيبه من هذا الإرث الغارق منذ 300 عام.